أثابكم الله. يقول السائل: هل ذكر الله بلفظ الجلالة منفردا كأن يقول الرجل الله 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 تكرار التكبير مشروع أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز الذكر بالاسم المفرد الله الله أو هو هو، لا يجوز هذا. لا يذكر الله إلا بجملة مثل لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو. لا بد أن يكون الذكر جملة، يعني مركب من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. أما اسم مفرد هذا ليس ذكرا، هذا لا يسمى ذكرا، وإنما هو أمر مبتدأ. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى عليه السلام طلب من الله أن يعلمه شيئا يذكره ويدعوه به، فقال الله: يا موسى قل لا إله إلا الله. ما قال قل الله الله، قال قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع وعامرهن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فالذكر يكون بجملة، وأفضل الجمل لا إله إلا الله، يكررها المسلم ويدعو بها. نعم.